أهلا بكم. نبدأ بهذا الفيديو عن التعريف بأهم المعالم المجهولة للبعض، ونبدأ ببحيرة يوسو، سور الهند العظيم، فأبقى معنا. بحيرة نيوس هي البحيرة الأكثر دموية على الكوكب. أين تقع تلك البحيرة؟ تقع بحيرة نيوس، وبالتأكيد هي الأكثر دموية على الكوكب، في غرب الكاميرون، على طول خط النشاط البركاني الكاميروني. نظرا لأن البحيرة تقع على جيب الصهارة، فإن مياه البحيرة عالية الحموضة بسبب ثاني أكسيد الكربون الذي تم رشه في المياه من طبقة الصهارة أدناه. ما هي جغرافيا بحيرة نيوس؟ على الرغم من أن بحيرة نيوس تقع داخل بركان منقرض، ما زال ثاني أكسيد الكربون الذي يتسرب خلال الأرض من طبقات الصهارة يذوب أولا في الينابيع الطبيعية حول البحيرة، ثم يختلط أخيرا مع مياه البحيرة لإنتاج حمض الكربونيك. يتم شحن ما يقرب من 90 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون إلى مياه البحيرة من طبقة الصهارة، ذلك يؤدي لوجود سد طبيعي مصنوع من الصخور البركانية يحمل مياه البحيرة في مكانها. يبلغ ارتفاع الجدار 130 قدما وعرضه 148 قدما. عادة يبقى ثاني أكسيد الكربون في محلول في الطبقات الباردة أدناه، وتبقى البحيرة مستقرة في تلك الحالة، ولكن إذا أصبحت مياه البحيرة مفرطة بثاني أكسيد الكربون أو عندما يحدث انهيار أرضي أو زلزال في المنطقة، فقد يخرج ثاني أكسيد الكربون بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى حدوث انفجار الذي يجعل بحيرة نيوس الأكثر دموية في العالم. في 21 من أغسطس 1986 شهدت بحيرة نيوس ثوران هائل أدى الانفجار إلى إطلاق ما يتراوح بين 100,000 و300,000 طن من ثاني أكسيد الكربون، حيث ارتفعت سحابة الغاز بسرعة لا تصدق 100 كيلومتر على ساعة، وسرعان ما نزحت كل الهواء في المناطق المحيطة، وقد أدى ذلك إلى مقتل 1,746 شخصا و3,500 رأس من الماشية في المنطقة بسبب الاختناق. كانت قرى نيوس وسوبورن وتشال أكثر تضررا. لا يزال العلماء يناقشون سبب الانفجار المفاجئ. يدعي البعض أنه كان سببه انهيار أرضي في المنطقة، ويشتبه آخرون في ثوران بركاني صغير أسفل البحيرة، كما أن احتمال حدوث زلزال يتسبب في وقوع الكارثة غير مستبعد تماما. ما زالت تلك البحيرة خطيرة لليوم. ما زال الأشخاص والحيوانات التي تعيش حول بحيرة نيوس غير آمنة. وفقا للعلماء، قد يقع أحداث إطلاق الغازات كل 10 إلى 30 عام، ومع ذلك يشير البعض إلى حدوث حادثة سابقة، لأن السد الطبيعي المتآكل سريعا للبحيرة قد يؤدي إلى خفض ضغط المياه على البحيرة، وبالتالي إطلاق ثاني أكسيد الكربون. ماذا يمكن أن نفعل؟ بعد انتهاء كارثة 1986، بدأ الناس يستقرون مرة أخرى في منطقة البحيرة بسبب خصوبة التربة ومشاعرهم للأراضي الأجداد كأسباب لإعادة توطينهم في مثل هذه المنطقة الخطيرة. وبالتالي حاولت حكومة المنطقة والوكالات الدولية الأخرى جعل البحيرة آمنة للاستيطان، حيث قامت بتثبيت أعمدة تفريغ الغاز من الطوافات في البحيرة، وتعمل الأعمدة على ضخ الماء المشبع بثاني أكسيد الكربون من أسفل البحيرة إلى السطح، وتؤدي هذه العملية إلى إطلاق الضغط، وبالتالي ثاني أكسيد الكربون من سطح الماء، مما يمنع تراكمه مع مرور الوقت. لقد اعتادنا على تسمية سور الصين العظيم لا تعني خلو الأرض من سور عظيم آخر، ففي الهند يقع هذا السور الشهير الذي يعد ثاني أطول سور في الأرض بعد سور الصين العظيم.
يعرف السور بكومبا الغار نسبة إلى حصن كومبا الغار المحيط به أو بسور الهند العظيم، وهو يشبه إلى حد كبير سور الصين برغم القرون والثقافات التي تفصل بين السوران، حيث يعود تاريخ بنائه إلى عام 1443 في عهد حاكم ولاية ميوار رانا مومبا، واستغرق بناؤه حوالي قرن من الزمن، وكان يستخدم كفاصل بين مملكة ميوار ومروار المتنازعتان، كما كانت جدرانه تستخدم كمكان لتعليق فوانيس الإنارة كي تضيء للعاملين في المزارع ويتمكنوا من العمل في الليل والنهار. يمتد السور على مساحة تصل إلى 36 كيلو متر من ولاية راجستان غرب الهند، وله 7 أبواب لحماية الأراضي الخصبة الداخلية فيه، وكذلك لحماية أكثر من 360 معبدا. يتوسط السور من الداخل قلعة ترتفع إلى مستوى 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، تعرض لعمليات توسعة خلال القرن 19، كما تم تحويل حصنه منذ ذلك الحين إلى متحف، وهو برغم حجمه وتاريخه العريق لم يحصل على نصيب كاف من الصيانة اللازمة، لذا يتم تحذير السياح القادمين إليه من وجود بعض الأماكن المهددة بالانهيار فيه، كما فيه العديد من آليات الدفاع القديمة المعطلة منذ عدة سنوات والتي لم يتم تصليحها بعد. إلى هنا وصلنا لنهاية الحكاية، شكرا لكم، وأتمنى أن تنال موضوعاتنا إعجابكم، وفضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.